نجوم الكره في العالم بيليه وديستيفانو والناس دي ما نفعوش في التدريب. فمش مش شرط يعني. فاذا كان في حد بخير وبركه. طب مين اعلى مدربين، الروس ولا الكتله الشرقيه اللي بتاع زمان، ولا مين دلوقتي في المصارعه؟ الروس بس دلوقتي في مجموعه المان طالعين موضوع دراسه بقى يعني، بياخدوا خدوا علم بقى، بياخدينها علم يعني. الاحمال التدريبيه بيظبطوها كويس جدا، الاحمال التدريبيه بالاضافه اللي معاهم دكاتره بيعرفوا اللاكتيك اسيد في الجسم قد ايه يعني. انا في المانيا كانوا بياخدوا يعرفوا الاحمال التدريبي جامد، يخففوا يعملوا منه. وبقى يعني فهمت بعد كده ان ممكن اللاكتيك اسيد ده بيبقى زي منشط للجسم نفسه، طاقه متجدده. فهم بيستغلوها ان هو قبل البطوله ساعات بيرفع قوي اللاكتيك اسيد، بعد كده دي مثلا راحه سلبيه. بيرفع ازاي؟ بحمل تدريبي، بيتمرن جامد جدا وبعد كده بيريح يومين وبعد كده قبل البطوله هو يزيد في الدافع، بيزيد في الجسم، يجي وقت البطوله يبقى زي طاقه مختزنه. فهي الموضوع برضك زي ما حضرتك بتقول علم بقى. مش انا بحكي لك يعني، انا يعني لا ما خلاص ما ده ما عادش خلاص وشد يا ولا معاه، ما هي ده العلم دلوقتي، علم جامد جدا يعني. وبالاضافه كمان القوانين كل شويه بتتغير يعني، كل دوره اولمبيه قانون المصارعه بيتغير، فمحتاج المدربين كمان يحدثوا نفسهم، يفهموا بقى القانون الجديد نقدر نلعب عليه ازاي بحيث نكسب البطوله. احنا بنحاول نكلم الدكتور محمد، مش معقول اكون نام دلوقتي يعني، انا مش عارف ايه الحكايه بتاعته الراجل ده. حاولوا تاني كده تطلبوه حتى من تليفوني يا جماعه. انتوا بتطلبوا على انهي نمره؟ مش عارف انا. This is a demonstration of flip for Mac. طيب هي النواه كلها استاذ ابراهيم في الالعاب النزاليه، مصارعه، جودو، ملاكمه، تايكوندو. ما هي دي الميداليات، ما طول عمرنا احنا بنجيب ميداليات اللي هي الاثقال المنازلات كلها. في الالعاب الفرديه دي النهارده البطل بيجيب ميداليه زي فرقه بيجيب ميداليه. فالنهارده واحنا عندنا امكانيات يعني مصارعه، وكل دوله متهيألي استاذ ابراهيم ليها زي جين، فاحنا جين احنا زي خير اجناد الارض المصريين، فاحنا جيننا في الحاجات اللي فيها منافسه. ف المفروض يعني هي التركيز كسياسه عامه بقى، سياسه الدوله. والله يا سياسه الدوله بقى، لما احنا خلينا دلوقتي ان احنا عايزين نركز معاك انت في سنتين، مش عارفين اهو اذا كان انت مش عارفين نركز معاك في سنتين يبقى هنركز في سياسه الدوله. هي ال 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 الحكايه بس ان احنا نحاول النهارده ان يعني انا بقول ان احنا انا رايي انا This is a demonstration of flip for Mac. ان انا ممكن اعمل من 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 في الصعيد، لو انا خدت، لان انا عشان اعمل ابطال دلوقتي، لان انا من يوم المدرسه مراحل الرياضه بان احنا اتهد حلنا يعني الحقيقه. انما عشان اعمل ابطال انا عايز اخد ناس من اللي سربوا من التعليم عشان يبقى عنده، دي فكرتي يعني، عشان يبقى عنده وقت كبير للتدريب. يعني انت بتتدرب كم يوم في لما بتبقى بره؟ كم ساعه اسف؟ في اليوم حسب البرنامج بس يعني ساعات ثلاث مرات في اليوم. ثلاث مرات يعني ماكسيموم 5 ساعات او 5:30، اقل حاجه 3 ساعات. طيب بنتكلم في 5 ساعات مثلا او 4 ساعات في المتوسط كل يوم. 4 ساعات ديت لو هو في، لو الناس اللي في المدرسه وعشان نظام المدرسه ومناهج كتيره ما بيقدروش يكملوا فبيقفوا. لو احنا عندنا النظام بتاع ال اللي هو معمول في العالم كله، البحث ومعرفه وبيعملوا ابحاث وبيعملوا حاجات فما بيقعدش كتير، يقدر هو يوفق ما بين الدراسه ويقدر يوفق ما بين اللعب. ما عندناش ده. يبقى النهارده الناس اللي سربت من التعليم، والامريكان عملوا هذا الكلام من في الستينات اللي هم في صراحهم مع الاتحاد السوفيتي ايام ما كانوا الاثنين مين بيتصارع ومين يكسب الاولمبياد. طبعا الاتحاد السوفيتي كان مكسحهم. فاللي حصل خدوا هم مشروع اولاد الشوارع. احنا بنقول الناس اللي سربت من التعليم. انا عايز اقول ان انا عايز انقي من صعيد مصر، من صعيد مصر. عايز اقول اللي سربوا من التعليم من الصعيد. جو المناخ في الجنوب، في جنوب مصر، في جنوب كل بلد وبينحت. هو اللي بيبقى الانسان ابن المكان اللي طلع منه، ابن البيئه اللي نشا فيها، بيبقى مطلع واحد راجل عصب عنده يعني بتاع الراجل ده اللي هو العصب اللي بنسميه، انما هو اسمه جلد عضلي يعني، لما نيجي نسميها اسمها جلد عضلي بالعلميه. فهو عنده جلد عضلي، بحس النهارده لما في المصارعه لو الراجل ده بقى لو هو موهوب وخدته بالمواصفات دي ودربته 5 6 ساعات وعملت له برنامج صح وتغذيه صح، هيبقى عندي ابطال مالهم ولا انا بقالي في الكلام ده بقول فيه حوالي 15 سنه ولا حد. المدرسه العسكريه متهيألي يا ريس خدوا نفس الفكره، المؤسسه العسكريه عملوا مركز في اصل. انا عايز اللي سربوا من التعليم مش اللي في المدرسه، انا بتكلم كلامي واضح عشان اخدهم هم دول. اصل دول عايز الحق اعمل منه ابطال على ما اشوف حل، لان دلوقتي في بلاد عربيه بتجنس، يجيب لك من بلغاريا ويجنسوا.
فيمسميه محمد بخروف. الله ما ده شعر اصفر ما بيتكلمش كلمه عربي, انما هو خلاص وده بيلعب باسم دوله عربيه. This is a demonstration اكيد شفتوه انت في دول كتير قطر. طيب اقدر اقول ان بطوله البحر الابيض دي والميداليه الذهب ديت رجعتك تاني وعملت لك توازنك تاني ورجعت تاني بوجي بقى كده, ونقدر من جوايا يا استاذ ابراهيم انا محمد بوجي ما تهزش من جوايا, يعني من جوايا كل المواقف اللي حصلت لي سواء بعد اسينا او بعد الاحداث اللي قبل الاولمبيات, انا من جوايا بطل ومن جوايا واثق من نفسي وحاسس ان مفيش حد في العالم يقدر يكسبني. بالنسبه رجعتني بالنسبه للناس, بالنسبه لان انا موجود وعندي هدف والمسؤوليه في الرياضه في مصر, لان انا موجود وعندي هدف وببص للندن واللي فات يعني خلاص انتهى بالنسبه لي. بس انا بالنسبه لي انا مجتهد جدا في تمريني, مخلص, عندي ايمان بربنا اللي هو مش هيضيع تعبي, وحاسس ان شاء الله النهايه تبقى نهايه كويسه باذن الله. في البطوله دي كانت الاصعب المباراه النهائيه ولا كان في مباريات في السكه وانت رايح طالع؟ كان في التركي, كان مباراه قويه, كان في الدور قبل النهائي, قبل النهائي التركي. تركي كان في مفاجاه, كان في بطل اليوناني, كان بطل اوروبا قبل كده. ده يا سيدي ده هتنى على شاشه كبيره يا عم, على شاشه كبيره يا عم. دي كان نهائي دوره البحر في مع بطل تركيا, ده بطل اوروبا اسمه سيركم, وكان في 2005 في اسبانيا. كنت بلعب وزن وقتها 84, دي كان 84, ده وزن 84. دي كان بطولة كان الدورة المتوسطية, كانت في اسبانيا. الا ده انت عندك سبب رسلت شغال هو انا افتكرت احنا بنلعب في حاجة بتاع الجمباز, قلت له مدربين لي. في انت في حاجه من السيدات من البطوله ديت من البطوله المتوسطه ولا هو كان في بعض زي لقطات ليا في اولمبياد سيدني مع بطل امريكا, كسبت 12-0 في 10 ثواني في سيدني. فين هي؟ طب ورونا بقيه الصور يا جماعه. هي في سيدي هي واحده ولا الحالات الثانيه مختلفه؟ في لقطات مختلفه في سيدي على سيدي واحد كل يعني كل واحد ودي هي دي نفس البطوله اللي انت خدت فيها. طب دلوقتي طب انت لما طلعت في الوزن ده تقدر تعمل بوكس مارسلت ده تاني ولا لا؟ انا كنت بلعب في وزن كرم برضك 96 كيلو, كنت بلعبه في البطولات الدوليه يعني. انا لان ميزاني النورمال بتاعي حوالي 93 92 91, فانا بخسس حوالي يا دكتور ما بتردش علينا ليه؟ مساء الخير الاول يا فندم. مساء النور ومساء كل شيء جميل يا حبيبي. انا معايا ابوني هنا وعايزين نتكلم يعني مع حضرتك ونشوف ايه الحكايه. بس دكتور محمد دلوقتي يعني انا بهنيك طبعا على النتائج بتاعه البحر الابيض اللي حصل ديت, وبهنيك على بولي ان النهارده رجع تاني. بولي هو بول, انا كنت انا واثق من نفسي ان انا بول بالنسبه لي انا 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 انا, أنا انبسطت ان هو انه على الاقل انه رجع وحاجه كويسه جدا. وبقى النهارده بنقدر نقول ان احنا بنبص ان شاء الله باذن الله بنتعشم في ميداليا في لندن. معاك يا فندم. انا عايز اقول لحضرتك ابراهيم دي يعني انا عايز اقول حاجه للرأي العام كله, لازم الرأي العام يعرف ان حضرتك الاستاذ ابراهيم حجازي تبنى بوجي وكرم منذ فترة كبيرة, وكان لك فضل كبير. لازم الناس كلها تفهم هذا الكلام, ولازم الناس تعرف ان انت لعبت دور كبير جدا معانا في المسألة المقارنة. وانا بقول ان رجوع بوجي مرة ثانية كان لحضرتك ايضا فيه الفضل في انه يعود بهذه القوة. وهو قال لي انا مش هخسس ومش هلعب الا 96, قلت له خلاص العب 96 واحنا اللي هيبقى منكم اللي انتوا الاثنين هتبقوا في الوزن دوت, واللي هيبقى منكم يكسب هو اللي هيبقى يرفع على مصر. احنا في الاخر وفي الاول محتاجين ان العلم يرتفع وناخد ميداليه في الاولمبياد القادمه ان شاء الله. This is a demonstration of flip for Mac. في البحر المتوسط, وهو وعدني بان هو سيكون المحور بتاع الحصول على ميداليه في اولمبياد 2012, وانا سعدت بان هو قلت له مش لو جيت من البحر المتوسط في غير الذهب ما تجناش على طول كده. فهو يعني الحمد لله ربنا كرمه وقدر ان هو ايه يجيب الذهب ويجي, وبرغم انه كانوا 10 بيلعبوا معاه في نفس الوزن بتاعه ده.
طيب دكتور محمد دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي علشان ايه الوقت بتاع يعتبر وقت قليل جدا, سنتين الا يعتبر وقت قليل في الاعداد يعني انا اعتبره سنه ونص يعني. فعايز اقول يا دكتور محمد بس احنا عايزين يعني ايه بنوفر كل المناخ المظبوط عشان ما يحصلناش حاجه خربقه في النص كده تبوظ لنا حاجه يعني. ارجو ان وانا ما اعتقدش ان المجلس القومي للرياضه والسيد حسن صقر بتاخروا عليكم في اي حاجه في مثل هذه الامور. المهندس حسن يا استاذ ابراهيم, المهندس حسن قال لي في المشروع بتاع التميز ده لو جوجي عايز مدرب خاص من اي حته في الدنيا هنجيبه. انا رايي يا دكتور محمد الامر لله ورايكم طبعا انتوا الاتحاد يعني وبوليا يعرف مصلحته, بس انا رايي ان يبقى معاه مدرب كويس بالظبط ويبتدي دلوقتي والفتره اللي جايه ديت يبقى فتره يبقى هو مولود فيها في اكتر من حته عشان ما يزهقش معسكراته الخارجيه ديت في اكتر من حته وبرنامج كويس بس ونبط ده فيما وانا واثق ان بوليا يعني ان شاء الله من رواه هو عنده يعني الحته بتاعت الرواه اللي هو الاحساس ده اللي انا عارف ان هو هيعوض اللي فات وان شاء الله